الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا على الأرقام 021-360-0101 021-360-0102 021-360-0103. ويمكنكم أيضا أن تتابعونا على البث المباشر على صفحتنا في اليوتيوب. أيضا يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. أبدأ ببعض الأسئلة الواردة على بريد الصفحة. قال: أسأل عن حكم تطليع السيارة من المصرف على المرتب مع العلم أني بنطلعها وبنبيعها مستحقة حقها. هذه المرابحة الإسلامية، وتكلمنا أكثر من مرة أن كثيرا من المتأخرين أو لعل معظم المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي مؤخرا أجازوا بيع المرابحة الإسلامية، لكن عندنا شرط أن يكون في ليبيا أن يكون هناك مراقب شرعي في الفرع الذي تريد أن تتعامل معه في هذه المعاملة، أو أن تكون في المصرف بصفة عامة لجنة شرعية تتولى الاطلاع على هذه المعاملات وتصحيحها. عندنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خير شيخ، ما قالوا لك مبروك. أخ مبروك، تفضل. السلام عليكم. يا مرحبتين بك. خيرك، ما قالوا لك مبروك ولا لا؟ قالوا لي مغرب مخر شوية، قالوا لي تفضل يا سيد مبروك. شيخنا يومك مبارك. الله يبارك فيك يا رب، الله يبارك فيك، يطور الله عمرك إن شاء الله أجمعين يا رب في طاعته. يطور الله عمرك مشايخنا يا ربي في طاعته إن شاء الله يا رب. الله يرحم الله الشيخ نادر، اللهم اغفر له وارحمه جميع المسلمين. الله يرحم والدي يا رب العالمين كل موتانا يا رب وجميع المسلمين. شيخ معلش اليوم ما عنديش ملاحظة، ما عنديش شيء، عندي نخش في السؤال طول. عيانا شيخ تفضل. با عيانا من ما شيخ شو الحكم ركعتين اللي بعد صلاة المغرب؟ اللي بعد المغرب؟ ايه شنو الحكم ركعتين اللي بعد صلاة المغرب؟ بعد الصلاة ولا بعد الأذان؟ بعد الصلاة. بعد الصلاة، تمام. به سؤال ثاني. ايه تفضل. سؤال ثاني شيخ، في واحدين فاتحين محلات، هم مش محلات، محلات أساس محلات الدولة. حتى أجارها عندي علم قالوا لي 150 ولا 200 جنيه. فاتحين فيه، هم فاتحين يبيعوا فيه. هم متعاقدين مع الدولة ولا كيف؟ ولا منقزين تنقيز ولا شنو وضعهم؟ أخ مبروك، السلام عليكم. إذن الشرط الأول في مسألة المرابحة أن يكون هناك مراقب شرعي أو لجنة شرعية تتولى الإشراف على هذه العقود لنضمن ألا يحصل فيها تزوير، لأن هي عقود دقيقة جدا وتحتاج إلى المراقب الشرعي يطلع عليها من البداية إلى النهاية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني بإذن الله تعالى بعد الاتصال. عندنا أخ ولا الأخت، الأخ عبد الحكيم من طرابلس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نهاركم مبارك يا شيخ ان شاء أجمعين الله. اجمعين يا رب اجمعين. نسال الله ان يكون في ميزان حسناتكم ورحمه لوالديك وحفظ لاهل بيتك وذريتك. يا رب يا رب وجميع وللاخوه العاملين في القناه ولكل الاخوه المشتركين والمتابعين. يا رب يا رب. الشيخ عندي سؤال وعندي ملاحظه. تفضل. السؤال، هل الدين حدد قيمه الربح في التجاره؟ يعني انا نجيب اجهزه على سبيل المثال الموبايلات. وشريتها مثلا ب 200 جنيه، نقدر نبيعها ب 400 ب 500 كيف ما نبي، لان في اللي يتحجج يقول لك والله هذا برضا المشتري، يعني المشتري ما ضربتهاش على يديه. شريه هو عارف القيمه يبقى خلاص هذا يجوز. باه. هذا السؤال. ملاحظه يا شيخ، بالنسبه لقراءة القرآن والحفظ القرآن، معظم المساجد بارك الله فيهم دايرين زويه ودايرين مدارس قرآنيه والامور تمام التمام من جانب القرآن. ومن جانب الحديث المهمول الجانبه هو، وعندي العديد من الحديث اللي تحتاج ان احنا نفهموها، لان الانسان لما يفهم حتى الدعاء نتاعه يكون اقرب لانه هو يستجاب لي، مش كلام يحفظه ويكرر فيه. الاحاديث باش نقدر نميز ما بين الاحاديث القدسي والاحاديث الشافعي ونحدده، لان الجانب هذا نشوف فيها مهم جدا. قبل ما اي تيار ديني يدخل للبلاد نقدر نرد عليه ونقدر نكون فاهمين. عدم فهم في الموضوع حدايا خلينا في دوامه نسال في عده علماء ومشايخ بارك الله فيهم، ولكن يقولون هذا الحديث ما سمعتهاش ثاني، الحديث ما نعرفهاش ثاني، وحنا نحتاجوا اللي يفهمنا الحديث حتى الدعاء. هو مش احاديث على سبيل المثال، على سبيل المثال بعد ما نسمعوا الميت الله يرحمه نقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، كيف ممكن احنا نحرمه من الاجر؟ وشنو هو المقصود بان احنا نفتنوا بعده؟ هل هو مشكله الميراث؟ بارك الله فيك يا شيخ، الله يفتح عليك ورحمة الله والأخوة القائمين على القناة والعاملين فيها والأخوة المشاهدين. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. أخ محمد من طرابلس. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. أجمعين يا رب، تفضل. والله عندي سؤال بسيط من بين السلام ما نزيدش عليه. تفضل إن شاء الله. حكم أكل السمك في الشريعة الإسلامية. أكل السمك في الشريعة. نعم. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. صحيح. ماشي ماشي. الأخ عطية من بنغازي. الأخ عبد الله من طبرق. الأخ عطية يبدو أن انقطع، يمكن إعادة الاتصال. الأخ عبد الله من طبرق، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسعد الله ومساءك بكل خير وتحية لك وتحية أيضا. لازم تخليكي كل من في بلدنا صح. شيخ طبعا نسألك سؤال مهم جدا، لبيت ثلاث الزهر و نعم عملت ثلاث الزهر. شوية يبدو أن في دوشة لحداك، اسمعنا من الهاتف يا أخ عبد الله لأن صوتك شوية مش واضح عندك. صليت صلاة الظهر؟ إيه توا ممكن أحسن. صليت صلاة الظهر نقصتني ركعة. صلاة الظهر نقصتك ركعة. أيوة ما قضيتش الركعة دي، قضيتها بعد الصلاة طول، هل تجوز علي الصلاة ولا لا؟ ما فهمتكش، أنت صليت صلاة الظهر نقصتك ركعة. أيوة فاتتني ركعة. فاتتك ركعة ما قضيتش. قضيتها بعد صلاة الظهر بشوي، هل تجوز علي الصلاة ولا لا؟ يعني أنت سامحني خشيت مأموم، لقيت الإمام فاتك بركعة. وبعد ما سلم الإمام سلمت معاه، هيك بعد ما سلم الإمام سلمت معاه. وأمتى صليت الركعة اللي فاتتك؟ أمتى درتها؟ بعد دقيقة ودقيقتين ولا بعد؟ بعد تذكرت صليت صلاة الركعة. أمتى بعد كم؟ بعد دقيقة، بعد ربع ساعة، بعد ساعة، بعد كم؟ بعد 10 دقائق. بعد 10 دقائق باهي. تسمع الإجابة بإذن الله. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك، بارك الله فيك، الله يبارك فيك. أخ أبو القاسم من القربولي. شيخ عبد الناصر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك على البرنامج الطيب. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. عندي سؤالين يا شيخ عبد المحسن. تفضل. السؤال الاول، ما حكم الصلاه بعد اذان المغرب؟ مش بعد الصلاه، بعد اذان المغرب في واحدين يصلوا في ركعتين، ما حكم؟ انا مرات نخش نبدا المؤذن يبدل، مرات نصلي فيه ومرات ما نصليش فيه الحق يعني. باه باه، تسمع الاجابه باه. السؤال الثاني، حكم الصبحة، شنو حكم الصبحة؟ في اللي يقول لك الصبحة بدعة وما ما تجوزش وما ايش. باه باه، تمام، ان شاء الله تسمع الاجابه بعون الله تعالى. بارك الله فيك. ما شاء الله يبارك في الجميع. الأخ خالد من المرج، الأخ مهدي من الجنوب. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك شيخ. تفضل أخ مهدي. عندي ثلاث أسئلة شيخ. تفضل. سؤال أول شيخ، وضوء، يعني وضوء، وضوء بصلاتين، يعني الصلاة، صلاة مغرب وعشاء بوضوء واحد. بوضوء واحد ايه. ايه. باه. هذا سؤال. ايه واضح السؤال. والسؤال الثاني. والسؤال الثاني شيخ، يعني هل يعني هل يجوز صلاة إذا حضر عشاء يعني؟ سؤال واضح. هل تجوز الصلاة إذا حضر العشاء؟ نعم، يعني عشاء يعني مش العشاء الأكل يعني. نعم. باه. السؤال نعم. الثالث. والسؤال الثالث، وهل يجوز بعد وضوء اكل يعني؟ باه. ايه يعني الاكل، الاكل بعد الوضوء عدم تجديده. نعم، عدم يعني عدم تجديده يعني بعد الوضوء يعني الانسان ياكل مباشره يعني اكل او يعني مشروبات يعني هل يعني هل يكفي الوضوء ام يجدد من جديد؟ بإذن الله تسمع الإجابة، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. الله يبارك الجميع. أخ إدريس من طرابلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ عبد المحسن، حياك الله. الله يبارك فيك، الله يحييك. حيا الله الإخوة المشاهدين والمستمعين، وحيا الله قناة التناصح إن شاء الله. الله يبارك فيك. قايمين عليها. الله يبارك فيك. حيا الله الأخت بتاعت الإشارة هذه. ان شاء الله. الله يبارك فيك. باهي اللي حصلناك وينك يا شيخ؟ انستنا. باهي الله يحفظك. زخم من الاسئله يعني. باهي تفضل تفضل. باهي. اول سؤال يا شيخ، نبغوا الحكم في سور الانسان المسلم والكافر. حكم؟ السور اللي هناك يشرب فيه الانسان المسلم والكافر. يعني تتوضا به ولا ما تتوضاش به من حيث الطهاره من عدمه. باهي. وسور الكلب والخنزير حسك. والطيور الجارحه والسبع. هذه نبغوا الحكم فيها. ما يبقى في واضح هو؟ ايه. نعم. فهمت؟ لا فهمتك فهمتك ايه. باي. هل ركعات بالنسبه لركعات النافله، ركعات النوافل دي هي توقيع وجبر كصلاه الفرض ولا ما يهمش؟ زي غيبه الفجر، زي السنن، زي الرواتب هذينا، زي يعني تقصد فيها سجود سهو ولا لا؟ هيك ايه ايه ايه. تسمع الاجابه باذن الله. باي حكم. عندي سؤال. تفضل تفضل تفضل. ما حكم من حضر التشهد في صلاة الجمعة؟ هل يسلم هل لما يسلم الإمام ينوض يوقف ويصلي ركعتين؟ نعم. إيه. يوقف ويصلي ركعتين ولا يسلم ويصلي الظهر؟ باه تمام باه. باه بالنسبة للأعداد هذه، الحديث اللي بتاع زمان والأعداد اللي فيه أعداد والحاجات هذه طلعنا منها، نبوا في حاجات باليوتيوب يا شيخ يقول لك والله اقرا الصوره ثلاثة أربع مرات 10 مرات 15 مرة وساعات كانت تطلب برنامج تطلب الحاجات هذه يعني ما نبغى الحكم فيها هذه طبعا واحنا ما نعرفوش الا صورة الإخلاص ولا صورة المعوذتين تقرا ثلاث مرات هذه فيها حديث فقد كفتها. ايه واضح نبغى الحكم فيها هذه. باه باه تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. واضح يا شيخ. واضح بإذن الله تعالى، واضح. بارك الله فيك وأنسنا ومنور. بارك الله فيك ورحم الله ونديك. أجمعين يا رب، أجمعين يا رب. الأخ يوسف من البريقة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ يوسف السلام عليكم. أخ يوسف انقطع الاتصال. فقلنا المرابحة لتكون جائزة في المصارف الليبية، وجود المراقب الشرعي أو اللجنة الشرعية
هي اللي تتولى الإشراف على التفاصيل الدقيقة اللي يقدروا يغشوا بها المشتري ويقدروا يضحكوا عليه. فالمراقب ضمان لهذا الأمر، لأن أمور معقدة هكذا علمية واقتصادية معقدة يصعب على المسلم أن يتابعها بنفسه. فجعلوا المراقب الشرعي أو جعلوا اللجنة الشرعية لمراقبة هذا الأمر. الأمر الثاني، كي لا يكون هذا البيع ذريعة صريحة إلى الربا، لا تبع لنفس من اشتريت منه. يعني الآن الغالب بالذات في الأتات إنه يمشي ياخذ الشيك طول من المعرض هذا أو المحل، فنقوله مثلا محل الثقة مثلا اسمه، يمشي يدير فاتورة مبدئية ب30,000، يمشي المصرف يشريها ويقول له لو تبيها مني بالتقسيط ترى ب37,000 مثلا، ما تهمناش الأرقام لكن في زيادة، فهو يمشي مباشرة لمحل الثقة هذا، ومحل الثقة يعطيه شيك ب30 ولا ب29 ولا ب31 ويقول له خلي البضاعة. الآن هذا يصير ربا صريحا أو تحايلا شبه صريح أو تحايلا صريحا على الربا. فالحل في هذه المسألة أن تأخذ الأتات ولا تأخذ السيارة ولا السلعة التي اشتريتها مرابحة وتبيعها إلى شخص آخر ماليش علاقة مالية بهذا الشخص. يعني ما تبيعهاش لمحل الثقة 2 ولا 3 الفروع اللي ليهم علاقة مالية بهذا الأمر، لا، خذها منه وبيعها لشخص عادي أو بيعها لمحل آخر لا علاقة له مالية بهذا الشخص ليصير البيع حلالا. وهذا غالب الناس يقعون في الخطأ في هذا الشرط، لا يمشي ياخذ شيك طول من الجهة ويمشي يصرفه ولا يطلع فلوس ولا يحطه في حسابه ويحساب روحه دار شيء حلال. لا، لابد من أخذ، لأن بهذه الصورة هو أعطاك شيك فيه مثلا 28 ولا 29 وبيمشي ياخذ من مصرف 30 ولا 31، يعني حسب دائما في زيادة، هو مش حيعطيك ثمن الأتات بالضبط. إذا كان هو يسوى عنده 30 حيعطيك هو نقول 28 أو 27، وبالتالي يكون هو أعطاك في يدك 27 لم يعطيك أثاثا أو سيارة، أعطاك فلوس وبياخذ من المصرف أكثر منهم، وهذا ربا لا يجوز. فالحل زي ما قلنا خلي التعامل بينك وبينه في الأتات أو في السيارة، ثم بيع لغيره كما تريد، بيع بربح بيع بخسارة بيع زي ما شريت، ما عندناش إشكالية بعد ذلك. المهم أنك تبيع لغير من اشتريت منه، وهذه مسألة ينبغي الاهتمام بها، لأن غالب المصارف الآن في ليبيا إما عندهم لجنة شرعية أو عندهم مراقب شرعي، وبالتالي إذا لم نقل كل المصارف عندهم، بالتالي الشرط الأول هذا شبه متوفر والحمد لله. يبقى الشرط الثاني لابد من الاهتمام به، لأنه يؤدي إلى الربا لو لم أبع السلعة لغير من اشتريت منه، فينبغي الاهتمام بهذا الأمر. الأخ المبروك من بني وليد يسأل عن حكم الركعتين اللتين بعد المغرب، هذه من السنن الراتبة وفيها أجر، ورد ركعتان وورد 4 ركعات ووردت 6 ركعات، لكن في مذهبنا وفي الحديث متاع من صلى 12 ركعة يبني الله له بها بيتا في الجنة هما ركعتان فقط بعد المغرب، هذه من السنن الراتبة والسنن التي ينبغي الاهتمام بها. وينبغي أمر آخر أيضا، أن هذه السنة مكانها البيت وليس في المسجد. اللي ما عندهاش مشوار بديرة مثلا أو يريد أن يصلي المغرب في البيت وسيرجع مباشرة إلى البيت، سنة أخرى بعد هذه السنة أن تصليها في البيت وألا تصليها في المسجد، لأن هكذا الركعتان اللتان بعد الجمعة والركعتان اللتان بعد المغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في البيت وليس في المسجد. فإذا كان الإنسان مثلا عنده ظرف وهو نقول بيمشي يجيب خبزة ولا بيمشي لعمل ولا ما يبيش يولي للحوش لأي ظرف من الظروف، يفعل كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان إذا كان في مكانه يصلي في البيت، وإذا خرج أو سافر كان يصليهما في المسجد، فصلاتهما في المسجد خير من تركهما مطلقا.
لكن لمن لا يستطيع أن يؤديهما في البيت لظرف من الظروف. الأمر الثاني، الأخ المبروك يسأل، قال فاتحين محلات الدولة ويخلصوا في 150 دينار. إذا كان هكذا العقد، هو رفع عن نفسه الإثم، مش دار مع الدولة عقد ب 150 لفترة 50 سنة ولا 30 سنة، وهذا جائز في العقود وخاصة في المباني أو في الأراضي التي يؤمن التغير فيها عادة في هذه الفترة. يعني عادني لما نمشي لحوش جديد ونأجر 30 سنة، في العادة يعيش 30 و40 و50 و60، فتكون الإجارة جائزة. هل يجب عليه أنه هو يمشي للدولة يقول لهم والله يغيروا لي؟ لا يجب عليه، المهم أن يكون فعلها بعقد صحيح وبدون تزوير وبدون رشوة. ما يمشيش يقولها والله إحني درت العقد 10 سنين، هيا زور لي الورقة خليه 30 ولا 40 باش نستفيد من الفرق الرهيب بين الإيجارين. أو يمشي لواحد يقول شو رأيك نعطيك 50 ولا 60 ألف باش أديل العقد ب 150 بناء على وقت سابق، اللي يقول هي بأتى الرجعي. إذا كان دار عادي ومشى للدولة وطلب وكان فيها عطاءات، قدم عطاءه وما دفعش رشوة وما دار شيء واعطوه بخمسين جنيه، خليه ياخذ صحيحتين. لكن هذا خطأ من الدولة، ينبغي للدولة أن تحافظ على مال الدولة، لأن في النهاية هذا مال المسلمين. أنت لما بتعطي هذا المحل ب4000 وتعطيه ب150، راهو 3750، هذا مثلا ضاعت على خزينة الدولة اللي مفروض أنها تصرف على الفقراء وتصرف على المواطنين. لكن المشكلة حتى لو هذا اعتناه ب4000 حيخنبوهم الصحاح، مش حي... للأسف هذا اللي صاير، مش حيطقوا في المواطنين العاديين. لكن أنا كشخص مثلا في لجنة العقود ينبغي علي أن أحفظ هذه الأمانة. المحل ب4000 لا بأس مثلا أني أجر ب3600 3400، باعتبار الشخص لما يبدأ عنده 40 و50 و60 و100 محل ما يبيش يشد هلبة، فنقولوا لا بأس من 400 نديروا 3600 3700 حتى في الأوقاف مقبول. لكن هو يسوى 4000 ونجي ندير له عقد ب 150 ولا ب 200، ولا الآن مباني وفلل أوقافها 200 جنيه في السنة مش في الشهر، يعني هذا حقيقة من تضييع الأمانة ومن خيانة الأمانة وحرمان الناس من حقوقها، سواء إذا كان هذا عقد مع الدولة أو عقد مع الأوقاف. لأن من فعل هذا الأمر يبي يخش لأجر 4000 جنيه بالشهر، تمشي أنت تأجر إلا ب350 ولا ب150 ولا كذا. في النهاية هو إن شاء الله بينه وبين ربي هذا الذي أوقف، وبإذن الله يصله، لكن حياخذ أنت منك أنت الحسنات إذا كنت أنت السبب في حرمانه من الإيجار بهذا المبلغ. الأخ أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الإجابة عن بقية الأسئلة بإذن الله تعالى. ونأخذ من ضياهم إخاء، إن أمر الناس شورى، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. ورثوا في الحكمة قدوتنا، فهلموا نشحذ همتنا بالإنصات العذب إليهم بين يديهم بين يديهم.
الأنهار الحكما نتتبع آثار العظماء أو ننهل من فكر العلماء في جلستنا بين يديهم بين يديهم بين يديهم بين يديهم بين يديهم نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا لحاجتنا حضورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ عبد الحكيم من طرابلس يسأل قال هل حدد الدين قيمة الربح في التجارة؟ لا لم يحدد، حتى بتربح 7000% أربح 7000% ما عندناش شيء إلا في بيع خاص اسمه بيع الاستئمان أو بيع الاسترسال. أما في البيع العادي لا يحدد قيمة الربح بتلت ولا بغير تلت، والدليل على ذلك حديث عروة البارقي. هذا شخص أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا فقال له اشتري لي به شاتا، فجاء عروة البارقي واشترى بالدينار شاتين، باع إحداهما بدينار ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاه، يعني الربح الآن 100%. أعطاه دينار لشاه، جاب للشاه وجاب للدينار، فهذا ربح 100%. فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت ولا غير ذلك، وإنما قال له بارك الله لك في صفقة يمينك. عندنا الأخ محمد من صبها. السلام عليكم أخ محمد. الأخ عمر من مصراتة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال في رغيبة الفجر. إيه؟ عندما تصلى في المسجد أيهما ترفع الأخرى، سنة الفجر أم رغيبة الفجر؟ هما واحدة، سميها سنة ولا سميها رغيبة واحدة. لا نحكي ليه لما بندخل المسجد تحية المسجد تقصد يعني؟ ايه بنصلي تحية المسجد مع رغيبة الفجر. أي ما أقوى في النية، أي اللي ترفع الأخرى؟ بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هي بارك الله فيك. ماشي. فهذا الشخص كما قلنا بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بورك له في التجارة، قال الراوي عنه كان لو باع التراب لربح فيه، هذا الشخص عروة البارقي. فهذا يدل على أن الربح غير محدد في الإسلام إلا في بيع الاستئمان أو الاسترسال، هذا لا يجوز الغبن فيه بما زاد عن الثلث. يعني إني جات لشخص قلت له والله بنشري منك الجوال هذا مثلا أو النقال، وقلت له راوني ما نعرفش حقه، بيعني زي ما تبيع للناس، هو يسوى بألف، هنا لو باع بألف وأربعمية أو ألف وخمسمية يرد هذا البيع. إن اتصال الأخ عبد الرحيم من جدابية. نعم شيخ بارك الله يبارك فيك. السلام عليكم تبارك شيخ. الله يبارك فيك. الحمد لله على سلامتك. بارك الله فيك. أجمعين يا رب أجمعين. في السيارات في مصرف الوحدة عرفت إيه بنسأل عليهم هل زايز ولا مش زايز هذين السيارات هذين كيف برنامج بالضبط هذا المرابحة تكلمت عليها في بداية الحصة المرابحة إيه هذا ينبغي أن يكون هو مصرف الوحدة فيه لجنة شرعية فنفوت السؤال الشرط هذا أنت تبي تكسب السلعة ولا تبي تبيعها تبي فلوسها؟ لا أنا ندي السيارة نكسبها. خلاص خلاص ما دام تبي السيارة تكسبها ما عليك شيء، قدم وخذ سيارتك سوقها وإن شاء الله مبارك وحلال بإذن الله تعالى. يعني مش مشكلة نقدمه عادي. تقدم وما فيش مشكلة بكل ما دام تبي تكسب السيارة ما عليكش أي شرط ثاني. لأن نعرف أن فيه مصرف الوحدة فيه لجنة شرعية أعرف حتى أعضائها
وما دام تبي تكسب السلعه باذن الله ما عليكش اي شرط ثاني، خذها وباذن الله حلال. بارك الله فيك. ماشي الله يبارك في الجميع. بارك الله فيك. ماشي الله يبارك فيك. الاخ احسن من صبراته، ممكن نكتفي بالاخ احسن. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ، لاباس عليك. ايوه اخ احمد. الشيخ انا كنت اصلي في الرواتب طبعا، وتارك علي يعني فرائض سابقه، صلاه سابقه. انتقلت تو من اصلي في الفوائد في عمري يعني، وبطلت من الرغيبه. انا على صواب ولا كيف؟ والله ما انت قداش عليك سنه فوائد؟ لا هلبة دكتور، والله ما هلبة. ما هي هلبة. والان 20 25 سنة. باه باه باه. انت الان قلت لي كنت تصلي في الرواتب وتو تقضي. اي تو نقضي، بطلت منها الرواتب، تو نقضي فوائد اللي فاتتني، صلوات اللي فاتتني. باي تسمع الإجابة ونسبقك أنت الأول بإذن الله تعالى بعد السؤال هذا اللي احنا فيه. باهي الله يبارك فيك. ماشي ممكن نكتفي بهذه الأسئلة. فقلنا بيع الاستئمان، أن نجي نقول له بيع لي زي ما تبيع للناس، راني ما نعرفش نبيع ونشري. فهنا لو زاد في السعر على الثلث يكون غبنا ويلغى البيع، بمعنى كان هي بألف وهو باع لي بألف واربعمية وألف وخمسمية يلغى البيع، لو باع لي بألف ومية وألف وميتين ما فيش بأس. وهذا ما حصل مع حبان بن منقذ، وهو صحابي كان يخدع كثيرا في البيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بايعت فقل لا خلاب، يعني ما تغشنيش. هذا فعلا الذي لا يجوز أن يزيد فيه الربح عليه الثلث لأنه يصير غبنا. أما ما دام الشخص جاي فالح ويبي يشري السعر الذي يرضى به، سواء كان انت ليك 100% ولا 200 ولا 300 لا بأس، هذا في الوضع الطبيعي. اما اذا كان في بلد مثلا زي ليبيا والدنيا سايبه هيك، يعني لا فيها رقابه لا فيه شيء، فنقول هو الربح جايز، لكن النظر الى حال الناس الان اكثر واجرب، يعني بدل تربح فيه 400% أربح 100% تكون أنت رابح من ناحية تجارية المحضة ورابح الأجر، لأنك ساعدت الناس. لأن لو كان مثلا التجار متاع ليبيا نقول لهم أربحوا 10,000%، والدنيا زي ما نعرف احنا البلاد يعني ما فيش بلاد بالمعنى المتعارف عليه، والناس كلها بترفع 10,000%، بعد ذلك فئة كبيرة ستطحن من الناس. في هذه الحالة نقول لا، يعني ما نبوش نقول حرام، ولكن نقول لك أن تربح في الدنيا ولك أن تربح معها في الآخرة بمراعاة أحوال الناس. أما لو كان الوضع طبيعي ما يقدرش التاجر العادي يزيد 10,000% ولا 100% ولا 200%، لأن غالبا يكون مراقب من الدولة وسعر السوق أصلا يحكم فيه. أما إحنا هذا كل الأمور هذه في ليبيا الآن غير صحيحة وغير دقيقة. يسأل على ملاحظة أن القرآن الحمد لله مهتمين به والحديث لا اهتمام به، هذا شيء طبيعي. مش شيء طبيعي، لأن الحديث يحتاج أهل، يحتاج أهله. الحديث صنعة من لا صنعة له. الباري عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني حفظ القرآن سهل، تلقى اللي يقرأ في الكيمياء يحفظه، واللي الطبيب يحفظه، والمهندس يحفظه، والطالب في الابتدائي يحفظه، لكن صعب تجيب طالب في الابتدائي مع منهجه، ولا في الاعدادي مع منهجه، ولا واحد في الطب مع منهجه، ولا في الفيزياء، وتقول له والله احفظ لي صحيح مسلم، ولا احفظ لي صحيح البخاري، ولا هيا بنقعمزه ونحفظ الاحاديث الموضوعه، هذا امر صعب. وبالتالي هذا يحتاج إلى المتخصصين، ومن لا يستطيع أن يعلم حكم حديث معين ينبغي أن يسأل المختصين في هذا الباب. فمسألة الحديث فيها اهتمام، هو مش ما فيهاش،
يعني نجد الآن كثيرا من المسابقات يدخلوا في الأربعين النووية أو حفظ كذا 100 حديث أو كذا، الحمد لله فيه اهتمام، لكن اعتبار صنعة مثل حفظ القرآن هذا صعب جدا ويحتاج إلى أناس متخصصين في هذا الفن وهو علم الحديث، والمحدثون كانوا يقولون هذه صنعة من لا صنعة له، يعني اللي يبي يروحها محدث يبي يفرغ روحها من الدنيا كلها وبيقعمز زي الحديث، حتى التفسير وحتى الفقه وحتى الأمور الثانية اتركها وتفرغ للحديث. فصعب جدا أن نطالب جميع الناس الذين يحفظون القرآن بأن يتعمقوا في فهم ودراسة وحفظ الأحاديث. أما الأحاديث البسيطة هكذا فالحمد لله موجود، وإن كان على استحياء لكن الآن بادية تكثر بيد الله تعالى. يعني من سنين فاتوا ما كانش فيه مثلا تفسير حفظ وتفسير حفظ ولا مسابقة في الأربعين النووية ولا في غيرها من المتون البسيطة في الحديث لم تكن موجودة، الآن بدأت تكثر والحمد لله تعالى. الأخ محمد من طرابلس يسأل عن حكم أكل السمك في الشريعة، هو حلال ولا خلاف في ذلك عفوا حتى وإن كانت ميتة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الوضوء بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فحتى لو السمك هذا ميت بدون سم لقيت مثلا انتهى أجلها بالطبيعي أو واحد طربق عليها وهذا خطأ لكن طربق جلاطينة وطلعوا بعض السمك يطفح تستطيع أن تأكله ولا حرج عليك في ذلك ولا يحتاج إلى ذبح ولا إلى غيره، فهذا أمر أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فالسمك هذا بالإجماع وبنص الآية والحديث أنه حلال لا حرج فيه. الأخ عبد الله من طبرق قال صليت الظهر مسبوقا ثم فاتتني ركعة وسلمت وتداركت بعد 10 دقائق، لا صلاتك باطلة. الإنسان إذا سلم مع نقص ركعة وطال عليه وقت التدارك هذا تبطل صلاته طول الوقت بأحد 3 أمور، إما الخروج من المسجد يعني أني قلت السلام عليكم مستعجل وطلعت ولما طلعت تذكرت أنني فاتتني ركعة وما قضيتهاش تبطل الصلاة بالخروج من المسجد، أو بانتقاض الوضوء لأن ما ظن للطول بيتوضى برا من المسجد وكذا، أو الأمر الثالث الطول العرفي يعني قعدي هدرز 5 دقائق أو أكثر أو حتى 4 أو 5 دقائق وأكثر، فأنت قلت لي قعدت 10 دقائق هذا طول يدل على انصراف العقل والنية تماما عن الصلاة، وبالتالي ما ينفعش أنك ترجعها بالإتيان بالركعة مرة أخرى، فيجب عليك أن تعيد صلاة الظهر مرة أخرى. أما لو تذكر بقرب الإنسان فتاته ركعة ثم قال السلام عليكم وكيف بدأ يسبح ولا كيف بدأ في المعقبات وتذكر أنه فاتته ركعة، هنا يأتي بالركعة ويسلم ويسجد سجودا بعديا. أما إذا طال بواحدة من الثلاث التي قلتها فهذه تبطل الصلاة، وأنت يا أخ عبد الله طال وقت التدارك وبالتالي صلاتك باطلة وعليك إعادتها. الأخ أبو القاسم القربول يسأل عن حكم الصلاة بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغرب. عندنا احنا في مذهبنا الكراهة مستمرة من صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وهذا استدلوا بأدلة كثيرة أن هذا فعل الخلفاء الأربعة. الخلفاء الأربعة كانوا لا يتنفلون بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغرب، وبالتالي الكراهة عندنا مستمرة، ومن دخل حتى وقت أذان المغرب مثلا أو في نهاية الأذان والمصلون ينتظرون قليلا 5 دقائق في تقريبا في غالب ليبيا أو 10 دقائق 5 دقائق أو حتى 10، فيجلس مباشرة ولا يصلي في مذهبنا.
إذا أراد أن يقلد هذه كمسألة أخرى، لكن مذهبنا أن الكراهة مستمرة من صلاة العصر وليس من الأذان، من صلاة العصر. فمن مثلا أخر العصر ساعة أو ساعة ونص في الصيف له أن يتبرع أو يتنفل، لا حرج، لكن الكراهة تبدأ من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، حتى بعد أذان المغرب لا توجد صلاة عندنا، وهذا هو زي ما قلنا مذهب الخلفاء الأربعة. حكم الصبح لا حرج فيها بإذن الله تعالى، مع التنبيه أنها بالأصابع أفضل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد السيدة عائشة تسبح بالنوى أو بالحصى، قال أنا أجعل النور في أصابعك، لكن لم يقل لها بدعة ولم يعنفها ولا غير ذلك. وبالتالي الإنسان إذا كان يضبط أوراده، الإنسان بيدير مثلا في اليوم 100 مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، 100 مرة لا حول ولا قوة إلا بالله، 100 مرة لا إله إلا الله، 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، 100 مرة مثلا أستغفر الله العظيم مثلا. وفي ناس تدير أكثر من هيك، فهذا لو بنديرهم بالأصابع نتلخبط وبيطول ومرات نقلق ونسيب، لكن إذا ضبطتهم بصبحة يكون معين لي على العبادة، فهذا لا حرج فيه بإذن الله تعالى. ينبغي التفرقة بين العبادة وبين وسيلة العبادة. العبادة هذه يحرم الابتداع فيها والاختراع فيها، أما وسيلتها فلا حرج. الآن الاغتسال كانوا يغسلوا من بالطشط ولا التصط، هذا اللي احنا نقولوا له بانيو، كما ورد عن السيدة عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم ياخذوا منه ويصبوا. هذه وسيلة عبادة، العبادة هي الاغتسال، والوسيلة كيفية أخذ الماء. الآن درنا دوش احنا، ودرنا واحد، ودرنا جاكوزي، ودرنا أشياء رهيبة يعني. فهل هذا اختراع في العبادة؟ الغسل هو الغسل، تعميم ظاهر الجسد بالماء مع النية. فأنت درت بجاكوزي، درت في البحر، درت بدوش، درت، المهم الغسل باقي كما هو. فحلي، هل العبادة أنك تدير على صوابعك، ولا العبادة أنك تذكر الله 100 مرة ولا 1000 ولا مليون ولا اللي هو؟ العبادة هي الذكر، فالوسيلة متاعها اللي هي الأخذ بالأصابع أو بالسبحة أو بتحسبها بدماغك حسبة، هذا كله جائز بإذن الله تعالى ولا يعتبر من البدعة. كالأذان مثلا، الأذان زمان كانوا يركبوا فوق المنارة باش يأذنوا، الآن داروا ميكروفونات، هل نقولوا هذه بدعة الميكروفون؟ لا، لأن هذه اختراع في وسيلة العبادة، لأن العبادة هي الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة اللي هو الأذان. فأنت كانوا يركبوا فوق، الآن أنت عندك ميكروفون، زال الميكروفون تركب فوق تقعد. المهم الاختراع في وسيلة العبادة ليس بدعة، الاختراع في العبادة نفسها هو اللي بدعة. يعني لو واحد مثلا جاء، مثلا نفرق بينهم، الفرق بين أنني بنسبح معقبات الصلاة بالسبحة، هذه وسيلة لضبط العبادة اللي هي 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 34 الله أكبر، أو 33 الله أكبر، ولا 34 لا إله إلا الله تمام 100 كما ورد في الحديث. الآن السبحة وسيلة وهذه عبادة، بنجي نقول لا، يعني في معقبات الصلاة نديروا 66 أفضل وأكثر أجرا، هذه الآن عبادة واختراع في العبادة وهو بدعة لا شك في ذلك. أما كونك بتسبح بصوابعك ولا بتدير بسبحة ولا بغير ذلك، ولا بتخط خطوط ولا اللي هو، كله جائز بإذن الله تعالى. الأخ المهدي من الجنوب يسأل عن وضوء واحد لصلاتين، لا حرج في ذلك، وورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، إن صلى 4 صلوات بوضوء واحد من الظهر إلى العشاء. سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عمدا صنعته يا عمر، ليعلموا أنه سنة مش واجب، التجديد مش واجب. ولذلك الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ لكل صلاة، إلا في هذه صلى 4 صلوات لكي يبين للناس أن الوضوء، لأنه لو لم يفعلها مطلقا لظن الناس الوجوب،
كان طول عمره يتوضأ لكل صلاة، بعض الناس يضل الوجوب، لكن لما فعلها مرة واحدة وصلى 4 صلوات بوضوء واحد بيّن للناس أن تجديد الوضوء سنة وليس واجبا، ولك أن تصلي حتى 10. إذا كان الإنسان يقدر ما يرقدش مثلا يومين كاملات وما لا يخرج منه بول ولا ريح، وفي بعض الناس يفعل ذلك، فله أن يصلي ما شاء من الصلوات. هل تجوز الصلاة إذا حضر العشاء والأكل؟ الجواز بمعنى الصحة تجوز، هذا لا خلاف فيه، لكن في الشرع إنه يأكل قبل أفضل، خير من هو يصلي يقول حي بيكملوا علي العشاء وبيديروا كذا ويا ريت نكلات سخون ومش عارف شنو الكلام هذا، لا، قالوا لكي لا يشغل نفسه في الصلاة، وقت الصلاة ممتد والعشاء قد يحصل له ما يغيره، فقالوا يبدأ بالعشاء، وهذا وارد فيه، يبدأ بالعشاء ثم يصلي العشاء، يبدأ بالعشاء اللي هو الأكل ثم يصلي العشاء التي هي الصلاة، ولو عكس لا حرج، واحد صلى قبل ما يأكل ما فيش باس، واحد كليه وبعدين صلى، هذا هو الأولى. قال لي هل يجوز الأكل بعد الوضوء وعدم تجديده؟ نعم يجوز أيضا، عندنا احنا حتى في لحم الجزور وغيره يجوز لك أن تأكل ما شئت وتصلي بدون تجديد وضوء. ورد في اللبن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمضمضة، قال إن له دسما، يعني بيقعد في الفم أثار وكذا، فتوضأ مضمض، ليس وضوءا كاملا وإنما المضمضة فقط. فكل الأكل مبني على هذا الأمر، إذا كان مثلا كليت شيء ويقعد في الفم منه جزء الأفضل أنك تمضمض، أما إعادة الصلاة حتى مع لحم الجزور لا تطلب في مذهبنا وفي أغلب المذاهب السنة، أنه لا يوجد أكل معين يبطل الصلاة، أكل حلال معين يبطل الصلاة، وغالب ما يطلب من المسلم أن يمضمض فمه كي لا ينشغل بالمضغ أو بدخول شيء إلى جوفه وهو يصلي. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أعتذر من الأخ إدريس وغيرهم الذين، الأخ أحمد من صبراتة أعذرني والله كنت من سبقك، لكن الوقت أزف، وأكمل في قضاء الصلوات والنوافل اللي تقدر تلحق عليه باهي، واللي ما تقدرش، لكن كلما أشغلت وقتك في القضاء كان أجرك أكثر وحماية لك من العذاب يوم القيامة، والله ورسوله أعلم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى، أستودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا.